Thank you.
Thank you.
مؤسسة الشباب. شهد لكم تقديرا من مشاركة الأولمبية الكبرى لمؤسسة الشباب وإحياء العيد وإحياء للعيد الخمسين للاستقلال بالجزائر العاصمة. رئيس الشهادة الأولى تمنح للسيد شيروري سمير رئيس الوزراء. يحييكم السيد حسان بجدو. شهادة تمنح للسيد كبار مهدي يقدمها السيد جمال الخليل رئيس مصلحة شباب الشباب. شهادة محمد أمير يقدمها تلميذ خمسة يقدمها السيد مولى عبد الرحمن ميمان الربيع. جيلان حنان يقدمها رايدين. خمس فتاة يقدمها السيد رئيس الفرقة شيروري سمير.